متتبعي قناة أتهيأ للجهوي للغة الفرنسية، مرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم هو حول الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات المعروفة اختصارا بلانابيك. شنو غنشوفو في هذا الفيديو؟ غنشوفو كيفاش نقدروا نحلو كونت في لانابيك، وكيفاش أننا نقدروا ندفعو المختلف عروض العمل اللي كتكون مطروحة في لو سيت ديالهم. إلا كنتي مهتم بالموضوع، كتبحث على فرصة عمل وما عارفش كيفاش أنك توضع ترشح ديالك الفرص العمل المعروضة على لانابيك، هاد الفيديو كيهمك، خليك معايا حتى الاخر. خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم. كما شفنا في التقديم ديال هاد الفيديو، الموضوع ديالنا اليوم حول كيفاش انني نصاوب كونت في لانابيك، وبهذا الكونت هذا نقدر ندفع المختلف عروض العمل. دونك بزاف من الناس اللي كتبحث على فرصة عمل بالرغم من توفرها على عدة دبلومات وعلى عدة كفاءات، ما كدوش من البوابة ديال لانابيك باش انها تبحث على فرصة شغل، مع العلم ان هاد البوابة هادي مليئة بالفرص الكثيرة للشغل اللي تقدر انها تناسب المؤهلات ديالكم وتقدر تناسب الشواهد والدبلومات ديالكم. دونك كما كتلاحظوا معايا، اول حاجة خصنا ندخلوا لو سيت ديال لانابيك. هاد لو سيت هذا انا غادي نخليه لكم في اول تعليق، يكفي انكم تضغطوا عليه غادي يدخلكم مباشرة للموقع اللي كتشوفوا قدامكم. دونك فاش كندخل لهاد الموقع هذا، كيبان لي هنايا لي ديرنيير زوفر. لي ديرنيير زوفر هادو هما اخر عروض العمل المقترحة في هاد لو سيت هذا. الى بركت على فوار توت لي زوفر، غادي يفتح معايا لي زوفر كاملين اللي كاينين، وكتلاحظوا كاينه الصفحه 1 2 3 4، يعني كاين الخير تبارك الله فاش انني نقدر ندفع. دونك فاش كندخل لهاد الصفحه هادي، كتلاحظوا معايا عندي هنايا لا ريفيرونس دو لوفر، يعني الرقم الخاص بهاد طلب العمل. عندي التاريخ فوقاش تحط نهار 19/8/2020، يعني التاريخ ديال اليوم. لانتيتولي دو بوست، يعني شنو كيقلبوا، علاش كيقلبوا. دونك هاد الفرصه ديال العمل هادي خاصه بالناس لي تكنيسيان دانستالاسيون دو ماتيريال الكتريك او الكترونيك، يعني خاصه بالناس اللي مختصه في تركيب الالات الكهربائيه والالكترونيه. دونك البلاصه اللي غادي نخدم فيها ولا البلاصه اللي مطلوب فيها هاد فرصه العمل اللي كاينه فيها هاد الخدمه هي مدينه الخميسات. الا كان كيهمني هاد لوفر هذا، كنبرك على لا ريفيرونس ديالو وكيحل لي المعلومات كامله حول هاد الخدمه هادي اللي كما شفنا. دونك هنايا كما كتشوفوا عندي ديسكريبسيون دو لونتربريز، يعني السميه ديال الشركه اللي طالبه دونك هاد الخدمه هادي، لو سيكتور داكتيفيتي يعني المجال ديال العمل ديالها، لا ديسكريبسيون ديال لو بوست، يعني هاد لو بوست اللي هما طالبين، تيب دو كونطرا ديالو دونك سي سي دي اي. شنو كنقصدو بسي دي اي؟ يا كونطرا دوري انديتيرميني، يعني غتدخل تخدم معاهم غترسم. دونك لو ليو دو ترافاي خميسات، لي كاركتيريستيك ديال لو بوست، يعني شنو طالبين، الكتريسيتي باتيمون، الكتريسيتي اندستريال، انفورماتيك ايتترا. وهنايا لو بروفيل دوموندي، دونك شنو طالبين. دونك في لا فورماسيون خص تكون عندك باك بلس 2، تكون عندك سبيسياليزي اون الكترونيك الكتروميكانيك ايتترا. لي فورماسيون لي تكون دير تكنيسيان سوبيريور شارجي دو لا مينتونونس دي سيستيم اوتوماتيزي. ليكسبيريونس بروفيسيونيل طالبين مثلا خبره ما بين 3 سنين ل 5 سنين ايتترا، وعطي المميزات ولا داكشي اللي طالبين باش انك ممكن تدفع لهاد الخدمه هادي. الا كانوا كيتوفروا فيك هاد الشروط هادي، كنجي لهنا ونبرك على بوستولي، كنكون وضعت الترشح ديالي. ولكن ممكن انني نبرك على بوستولي وندوز ونوضع الترشح ديالي حتى يكون عندي كونت في لانابيك، وهذا هو الموضوع المهم في الفيديو ديال اليوم. الوغ دونك دابا غنشوف كيفاش غادي نفتح كونت في لانابيك. القضيه سهله، تو سامبلومون كنجي لهنايا، كما كتلاحظوا عندي كونيكسيون وعندي بالخضر كرييي فوتخو اسباس كونديدا. دونك كرييي فوتخو اسباس كونديدا، كنبرك على هاد كرييي فوتخو اسباس كونديدا، وكيحل لي بيان سور البلاصه اللي ممكن انني ندير معاهم لو كونت ديالي، اللي به غنبقى نوضع الترشيحات ديالي الخدمي اللي كيناسبوا المؤهلات ديالي. كيعطيوني الاختيار ما بين لا كارت ناسيونال وما بين لا كارت سيجور. هاد لا كارت سيجور بالنسبه للناس اللي مقيمين في المغرب وعندهم بطاقه اقامه، حنايا مغاربه كنختاروا سيان دونك لا كارت ناسيونال. كنعمر هنا الرقم ديال لا كارت ناسيونال ديالي، وكنعمر تاكيد لا كارت ناسيونال. داك هنا كندير مو دو باس، واحد لو مو دو باس. وخصني نقول لكم واحد الحاجه، باش غنبدا نتكونيكتا في لو كونت ديالي
دائما غيبداو يطلبوا لي في اللوغين يعني في اسم المستخدم لا كارت ناسيونال وغيطلبوا لي في المود باس هذا اللي غندير هنا يعني خصني نعقل ضروري على هذا المود باس يعني كنكتب واحد المود باس ديالي انا نعقل عليه وكنعاود نكونفيرميه يعني هو هذاك اللي كتبت هنا كنعاود نكتبه اون دوزيام فوا كنجي للخانه اللي تحت منها لو نون كنكتب فيها الكنيه ديالي داكوغ وتحت منها لو برينو يعني الاسم ديالي دونك مثلا هنا نقدر نديرو العالمي مثلا كريم كاسم مستعار العالمي هو لو نون وكريم هو لو برينو لو سكس كنجي لهنايا وكنختار واش ماسكولين ولا فيمينان بالنسبه للذكور كنختار ماسكولين بالنسبه للاناث كنختار فيمينان بيان سور دونك بالنسبه لا سيتوياسيون فاميليال هي الوضعيه العائليه كنبرك عندي يا اما سيليباتير يعني عازب ماريي متزوج ديفورسي مطلق فوف داكوغ يعني ارمله ولا ارمل كنختار الا كنت ارمله ولا ارمل كنختار هادي ديفورسي مطلق كنختار هادي ماريي كنختارها ملي كنكون متزوج سيليباتير ملي كنكون اعزب ولا دات دو نيسونس كنجي لهنايا ونكتب كيعطيني كما كتلاحظوا معايا هاد لو كالوندري هذا الا ما بغيتش غنجي نكتب مثلا غنجي لهنايا مثلا الشهوره غادي نختار مثلا شهر ماي مثلا السنه ديال الولاده ديالي مثلا غنختار 1976 ويعطيني غنختار مثلا رقم يوم 8 ماي 1976 لادريس كنجي لهنا كنكتب العنوان ديال الدار ديالي فين ساكن مكان الاقامه العنوان ديال الاقامه مفهوم كنجي لا بروفانس او بريفيكتور دونك العماله ولا الاقليم اللي انا كنتمي لها كنبرك هنا كيعطيوني جميع الاقاليم والعملات ديال المغرب مثلا اختاريت اكادير غنختار لا كومون دو اكادير دونك فاش كنختارها غادي نمشي لا كومون هذه راه العماله ديال اكادير خصني نختار شمن بلاصه في اكادير واش انا في اكادير ولا انسكرود ولا انزا ايتترا مثلا انا من ازيار غنختار ازيار مثلا داكوغ غنجي موراها غنكتب لادريس ميل لادريس ميل مهمه بزاف لانها بها غادي نولي نتواصل مع الناس اللي غادي نوضع طلب ترشيح للخدمه عندهم مثلا دفعت لواحد الشركه غادي يبقاو يصيفطوا لي لي دوموند والجواب ديالهم في لادريس ميل دونك نكتب واحد لادريس ميل اللي هي خدامه وكنعاود نكونفيرميها يعني كنعاود نكتبها هي ني لادريس ميل اللي كنكتب هنا كنعاود ناكدها في الاختيار الثاني ديالي موراها كنوصلوا لو جي اس ام لو جي اس ام كنقصدوا به لو جي اس ام كنقصدوا به الرقم ديال الهاتف النقال مثلا 06 06 06 06 11 مثلا داكوغ لو جي اس ام الثاني بلا ما ندخلوا ما ماشي اوبليغاتوار اي حاجه قدامها هاد النجيمه هي ضروريه باش تسجيلك من الا ما كانتش النجيمه نقدر ما ندخلهاش لو تيليفون فيكس حتى هو ما ندخلوش لا سيتوياسيون اكطوال دونك لا سيتوياسيون اكطوال كيقصدوا بها الوضعيه الحاليه ديالي واش انا خدام ولا شوماج دونك كنجي نبرك كيعطيوني افيك امبلوا ولا سونز امبلوا الا كنت خدام شي خدمه وكنقلب نبدل كنبرك افيك امبلوا كنت ما خدامش سونز امبلوا شوماج كنبرك على سونز امبلوا فاش كنختار سونز امبلوا كيقولوا لي او شوماج دوبي يعني شحال هادي وانت شوماج كنجي لهنا كنختار الشهر مثلا انا شوماج من شهر 2 ديال 2020 مثلا ملي جات مثلا كورونا خرجت انا شوماج غنجي لهنا كنختار 2020 جوج 2020 كل واحد يكتب الوضعيه الخاصه ديالو من فوقاش هو اخر مره خدم فيها دونك ملي كان خدام اخر مره خرج فيها اخر تاريخ خرج فيه من الخدمه يعني شحال هذه هو شوماج بالنسبه لا موبيليتي هي الخدمه اللي انت كتقلب عليها واش ممكن تسافر لها ولا لا واش بغيتي غير خدمه اللي حداك في مدينتك كتختار لوكال الا بغيتيها ريجيونال يعني غير في المنطقه ديالك غير في الاقليم ديال قريبه كتختار ريجيونال كنتي بغيتيها واخا تكون على المستوى الوطني ماشي مشكل مثلا انت مكناس وبغيتي تخدم في مثلا في اكادير ما عندكش مشكل غتختار حتى ناسيونال انترناسيونال واش تقبل تخدم الا جات خدمه على برا كتناسبك واش تخدم في الانترناسيونال ولا لا كتكوشي دونك من الاحسن تكوشي هادو بربعه بهم يعني كتقولهم انا ما عنديش مشكل نقدر نقبل اي خدمه فيما كانت في المغرب واخا تكون حتى في الانترناسيونال واخا تكون حتى على برا من بعد لونديكاب يعني الاعاقه واش انا في وضعيه اعاقه الا ما كنتش في وضعيه اعاقه عافانا وعافاكم الله كنكتب كنبرك على نو كنت في وضعيه اعاقه كنبرك على وي وكيجيو لهنا وكيعطوني لا ناتور دو لونديكاب داكوغ دونك يعني نوعيه الاعاقه اللي عندي دونك مثلا كنبرك على وي كيعطوني هنايا واش عندي افوغل ما كنشوفش واش موتور واش حركيه هي اعاقه حركيه سورموي دونك يعني انني ما كنسمع وما كنهضرش ومونطال واش عندي اعاقه ذهنيه داكوغ الى ما كانت عندي تا اعاقه كنختار بيان سيغ نو وكندوز موراها كنوصل لا بارتي فورماسيون باردوني موا دونك غنوصل لا بارتي فورماسيون يعني القرايه اللي انا قاري داكوغ
قال لك هنايا سي فو نافي اوكان ديبلوم شوازيسي سون ديبلوم دون لا ليست. الا ما كان عندك حتى ديبلوم غتجي لهنا في لا ليست وتختار في الاخر سون ديبلوم. الا كنتي عندك ان ديبلوم غتختار واش عندك باك بلس 2، واش عندك باك بلس 3 ليسونس ولا باشلور، واش عندك باك بلس 4، واش عندك ان ماستر ولا ام بي اي، واش عندك باكالوريا ايتترا. سوبوزون انني عندي باكالوريا غنختار باكالوريا. دونك فاش غنختار باكالوريا غيعطيوني لي سبيسياليتي ديال الباكالوريا اللي عندي هنايا. دونك مثلا انا عندي باكالوريا في الكونطابيليتي جيستيون ستاتستيك، دونك غنجيو ندير باكالوريا جيستيون ستاتستيك. هاد لي جيستيون هاد لي زوبسيون اللي بقاو هنايا ما نقدرش نعمرهم لانه ما خاصنيش بالباكالوريا. هنا واش كونترولور ادجوان دي بري ولا تكنيك، دونك هادو كنخليهم خاوين. ودايور ما كايناش هنا النجمه شكون غيعمر هادو. الناس اللي عندها دبلومات عليا مثلا عندها ماستر ولا ليسونس ولا خصو يزيد ياكد. الناس اللي عندها غير الباكالوريا ولا اقل كنعمر غير الباكالوريا وكنعمر الدبلوم ديالي هنا. ولا الا كان عندي دبلوم ديال مثلا دبلوم ديال التكوين المهني، دونك مثلا فورماسيون كاليفيونت، كنختار لا فورماسيون كاليفيونت اللي هنايا. كنجي عاود كنبرك كيقولوا لي واش في الميدان ديال لاسيغونس لي بنك فابريكاسيون. كنختار عاوتاني الدومين اللي انا فيه لوتيلغي مثلا. فاش كنختار لوتيلغي كتخرج لي لوبسيون واش اسيستون غوفرنونت واش امبلويي ديتاج واش ريسبسيونيست. كنختار وكنبقى هابط مع هاد لي شوا هادو. الا لقيت ان هاد لي شوا هادو ما انا ما قريت حتى واحد فيهم ولا ما عنديش هاد لي شوا هادو كنخليهم خاويين. هنا لاني دوبتونسيون جد مهمه، يعني هاد لو ديبلوم ديالك مثلا فورماسيون كاليفيونت ولا مثلا باكالوريا اللي عمرنا في الاول فوقاش شديتيها. غنجي هنايا ونختار مثلا شديت باكالوريا ديالي مثلا في 2013 نختار 2013. وهنايا كومونتير الا بغيتي تزيدو، الا عندك شي كومونتير تقولوا لهم على لو ديبلوم هو هذاك، ما عندكش كومونتير كتخليه خاوي. بالنسبه للناس اللي عندهم اكثر من ديبلوم داكوغ، مثلا عنده ديبلوم ديال الانجينيوري زائد مثلا عنده دكتوراه داكوغ، نقدر باش نزيد لي زوطرو ديبلوم ولي فورماسيون اللي عندي كنبرك على اجوتي اون فورماسيون. كتطلع خانه واحده اخرى كما كتشوفوا كما الخانه الاولى وكعاود كنعاود نعمرها. ما كانش عندي ديبلوم واحد اخر صافي كنكتفي بالخانه الاولى كنكون عمرتها وندوز. موراها كنوصل لابارتي اكسبيريونس. اكسبيريونس كنقصدوا بها الخبره، لا دات دو ديبي يعني فوقاش بديت هاد ليكسبيريونس ديالي مثلا. دونك مثلا دابا انا مثلا نقولوا ستاج من مارس 2020 6 مارس 2020 دات دو فان فوقاش ساليت مثلا. الا ساليت هاد ليكسبيريونس ساليتها مثلا في 1 اوت 1 شهر 8 نعمر، كنت ما ساليتهاش في 1 اوت مازال انا كندير داك ستاج ولا داك ليكسبيريونس اللي تما، كنجيو كنعمر هاد الخانه. سي ليكسبيريونس طون كور كليكي ايسي، يعني الا مازال في نفس هاد ليكسبيريونس في هاد الخبره هادي اللي كنهضر لهم عليها مثلا واحد ستاج انا مازال ما ساليتوش مازال خدام فيه لحد الان، كنضغط على الخانه ديال دونك سي ليكسبيريونس اي طون كور كليكي ايسي. لونتربريز اللي انت درتي فيها هاد ليكسبيريونس اللي خدمتي فيها، دونك كنكتب السميه ديال لونتربريز. لانتيتولي دو بوست يعني لو بوست اللي كنت انا ندير فيه ستاج ولا الا كنت خدام في شي بلاصه. دونك مثلا نعطيكم مثال، دونك مثلا انا هاد ليكسبيريونس اللي اون كور دخلت مثلا خدمت في واحد الشركه نهار 6 في شهر 3 2020. الشركه مثلا سميتها إليك، دونك إليك مثلا إلكتريسيتي هذا غير اسم مستعار. دونك انتيتولي دي بوست مثلا انا خدام تكنيسيان داكوغ، دونك تكنيسيان مثلا سبيسياليزي مثلا إلكتريك داكوغ، دونك سبيسياليزي إلكتريك كنكتب السميه ديال لو بوست اللي انا خدام فيه ولا ديسكريبسيون دونك شنو هما لي طاش اللي كندير مثلا في داك لو بوست. نكتب هنايا انني نقدر نعمر حتى بالعربيه، انني ازاول مثلا مهمه ديال صيانه كل الدارات الكهربائيه الموجوده ايتترا. وما بغيتش ندير هاد لا ديسكريبسيون ما نديرهاش، فهمنا؟ الا كانوا عندك بزاف ديال لي زيكسبيريونس دوزتيهم دونك كنجي باردوني موا كنجي لهنايا عاود كنبرك على اجوتي، كنجي لهنا وكنبرك على اجوتي اون اكسبيريونس. عاود كتحلي خانه واحده اخرى مثلا خدمت بزاف ديال الشركات، عاوتاني كنعمر لي زيكسبيريونس ديالي كاملين هنايا. من الاحسن تعمرو، شوف هاد الشيء اللي كنعمرو دابا هو اختياري، نقدر نعمرو نقدر ما نعمروش لان ما قداموش النجمه الحمراء كما قلت لكم في الاول. ولكن باش كل فرصه ديالي افضل للحصول على عمل، لان لومبلويور يعني المشغل فاش كتبرك انت على بوستولي كيطلعوا له هاد المعلومات عنده كاملين. ملي تكون معمر هاد الشيء كامل كيقدر انه يتعرف عليك احسن داكوغ، وكتكون الفرصه ديالك اكبر باش انك يعيط لك لذاك الخدمه هذيك. دونك هنايا لي لونغ اللغات اللي انا عارفهم، دونك اول لغه بيان سور غنختار العربيه عرب. بالنسبه لو نيفو دو لونغ غنختار لونغ ماتيرنيل يعني اللغه الام ديالي هي اللغه الاساسيه اللي كنهضر بها. مثلا نختار موراها فرونسي، مثلا فرنسيه كنهضرها بشكل اللي هو دونك مزيان دونك كوغامون يعني برك على كوغون. مثلا موراها غنختار اونغلي، مور لونغلي مثلا كنهضرها مويان ولا بون يعني جيد ولا متوسط ولا عندي بعض المعلومات عليها ولا بعض
حويجات بدئيه في اللغه الانجليزيه، زي مثلا كنبرك على نونسيون وكنعمر هنايا المستوى اللغوي ديالي. مورها الخبره ديالك في المجال ديال البيروتيك، شنو كنقصدوا بالبيروتيك؟ بيروتيك كنقصدوا به الحوايج اللي كتستعمل في المعلومات، داكوغ؟ دونك بحال الوورد، بحال الاكسل، بحال الاكسس، بحال الباوربوينت. مثلا انا كنفهم نخدم بالوورد، كنخدم بالاكسل، وكنخدم بالباوربوينت، غادي نكوشي هادو بثلاثه. كنت كنعرف مثلا الوورد بوحدو، غندير الوورد بوحدو ايتترا. حاولوا الله يرضي عليكم ما تكتبوش في المعلومات ديالكم هنايا، اللي كيعرف شي حاجه يديرها، ما تبقاش تعمر المعلومات جوست من اجل التعمر، لان الا عيط لك لومبلويور شاف عندك هاد المؤهلات وعيط لك، يقدر انه يدوز لك مثلا اونتروتيان باش ما تبانش ديجا في لونتروتيان مثلا انت معمر له انك كتعرف في الباوربوينت، ويسولك عليه ويلقاك ما كتعرفش. داكوغ، لي كومبيتونس سبيسيفيك، الا عندك شي مهارات وحده اخرى في الانفورماتيك بحال فوتوشوب، بحال دريم ويفر، بحال الفلاش ايتترا، زيد كتبها هنايا. مثلا كتفهم انك دير المونتاج ولا كدير فوتوشوب، تكتب مثلا في فوتوشوب. من بعد المرحله ديال لو بيرمي دو كوندوير، يعني شنو البيرمي عندك؟ واش عندك بيرمي ا بي سي؟ لي بيرمي اللي عندك كاملين كتكوشيهم، مثلا عندي بي وعندي سي وعندي دي، غندير ا بي وندير بي سي دي. داكوغ، لي زاكتيفيتي اكسترا بروفيسيونيل، يعني شنو هما الحويجات اللي كدير خارج اوقات العمل. خارج اوقات العمل مثلا جو في لو سبور، مثلا فواياج، داكوغ ايتترا. دونك نكتب لي زاكتيفيتي، يعني الاعمال اللي انا كنديرها خارج اوقات العمل بحال الهوايات ديالي، نقدر نعمرها هنايا. من بعد كيبقى لي لو سي في بيرسونيل. دونك لو سي في كتعرفوا شنو هو السي في، كل واحد فيكم يصاوب سي في في السيبر ولا راه كاينين نماذج في الانترنت، يعمر فيه دونك المعلومات ديالو، الاسم، العنوان، رقم الهاتف، الايميل ايتترا. ملي غتعمروا المعلومات كاملين غتطلع لكم هنايا واحد الخانه ديال جواندغ فوتخو سي في بيرسونيل، كتبرك عليها وكتيليشارجيوه بي دي اف، كديروا له بي دي اف كتيليشارجيوه هنا في السيت. انا ما طلعتليش بحيث ما عمرتش المعلومات كاملين، فاش كنسالي كنبرك على فاليدي هنايا لتحت، كنبرك على فاليدي. اون فوا كنبرك على فاليدي كيعطيني ميساج ان لو كونط ديالي تفاليدا بشكل اللي هو صحيح، مفهوم؟ دونك دابا سالينا المرحله ديال الكرياسيون دو كونط، يعني صوبنا لو كونط ديالي. دابا فاش كنجي ندخل اول مره كنتكونيكتا في لو سيت، كنوصل لنفس الخانه اللي هنايا، وعندي واش كونديدا ولا امبلويور، واش انت مترشح ولا انت كتقلب على الناس اللي خدموا عندك. بيان سور حنا كونديدا، كنختاروا الخانه ديال كونديدا، كنكتبوا هنايا الرقم ديال البطاقه الوطنيه اللي دفعنا به، وكنكتبوا هنايا المود باس اللي درنا، وكنبركوا على اوكي. ملي كنديروا بركوا على اوكي كيبان لنا اننا تكونيكتينا. ملي كنتكونيكتاو كنجيو لي زوفر كيما وريتكم قبيله، كنمشيو مثلا لوفر، مثلا لاباج 4، كندوز كنشوف كل مره نبقى ندخل لي زوفر ونقلب ياك ما تبانش اوفر اللي كتناسب المؤهلات ديالي. مثلا هنا غنلاحظوا عندنا في كازا نواصر بالتاريخ ديال 18/8، يعني البارح، تكنيسيان دو فابريكاسيون دو لا كونستركسيون ميكانيك اي ترافاي دي ميتو. مثلا انا عندي هذا لو ديبلوم هذا ولا التخصص هذا، دونك غادي نبرك هنايا، غادي ندخل غنشوف ملي غنكون مكونيكتي، غندخل غنشوف المعلومات الخاصه كامله ديال هاد العمل هذا. الا كان هامني بغيت نترشح ليه كنبرك على بوستولي، الا كان داكشي اللي انا دونك عندي في المؤهلات ديالي كيناسبهم غيتواصلوا معاك بيان سور، يا اما في رقم الهاتف ولا اما في لادريس ميل اللي انت عمرتي باش يعيطوا لك دوز لونتروتيان ولا تبدا معاهم الخدمه ايتترا. دونك هذه فرصه جد مهمه باش انكم تدبروا على فرصه عمل، كيطيحوا هنايا فرص عمل اللي هي مزيانه وتقدر تناسبكم، اللي تقدروا ما تكونوش عارفينهم الا ما كانش عندكم لو كونط في لانابيك. لذلك اي واحد بغى يستغل هذه الفرصه هذه يدخل يصاوب ان كونط في لانابيك، يبقى مره يضرب طليله على لي زوفر اللي كاينين، فين ما تبان له شي اوفر اللي مناسبه يدخل ويبوستولي فيها. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يسهل على اي واحد فيكم. كنتمنى اعزائي الكرام ان هذا الشرح هذا يكون فادكم، نتمنى لكم الخير كاملين. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنقول لكم الى فرصه مقبله فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.